11 السريع، فكان احمد فتحي نوعا ما، يعني احمد فتحي في ارقامه صنع عمل خمس عرضيات منهم ثلاثه صح، خمس عرضيات منهم ثلاثه صح، صنع منهم فرصتين وحصل على خطأين، ده احمد فتحي، ومعدل قطع الكرات بتاعه اعلى من علي معلول. نبص بقى يعني، وفقد الكره كمان احمد فتحي 9 مرات. نيجي لعلي معلول بقى، علي معلول عمل كام عرضيه؟ 12 عرضيه منهم واحده بس صح، واحده بس صح من ال 12، وفقد الكوره 22 مره، رقم اكتر لاعب فقد الكوره في النادي الاهلي. اذا الاطراف النهارده ما كانوش في حالتهم، تحديدا علي معلول في معدل فقد الكوره، كذلك احمد فتحي، رامي ربيعه برده النهارده قطع الكوره 11 مره بس، رقم مش كبير بالنسبه لرامي ربيعه في الفتره الاخيره.